أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم برحمتك اكشف عنا الغمة برحمتك يا رب العالمين، وفرج عنا وعن جميع المكروبين. آمين آمين. ربي أعن ويسر وبارك فيه ولا تعسر. آمين. أما بعد، بيرمتي الله تعالى أجينا درسي بستودوم لتدريس الفقه المنهجي في موابين لا صفحة حتى وفنجمين ما يحرم بها أري بشتانيك ولسر بحثي جنابة مبحثي الغسل وأحكامه وأنواعه بحثي جنابة ما نخوند معنى يتشيبو يسافر مي ما يحرم بها يعني بجنابة تشتي لسر إنسان حرام بيد أفرمي. ويحرم بالجنابة الأمور التالية، أمورك الأخوار عتيت بجنابة حرام بن لسر إنسان. الأول الصلاة فرضا، يك نويجي نويج فرضا بي أو نفلا بيت نويج فرزي تنفلي أما حرام لسر إنساني جنوب، لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. نزيكي نويج نكونو لحالتك كمستن مقر تابزان كشي إجن يعني غفلتان بسرانيت أما قبل تحريمي كلي خمر أم آية دابازيوة يعني ابتداء بحثي خمر أبو برسياري أنكر فرمي خواي تعالى خير واتيا وزر رواتيا وإثمهما أكبر من نفعهما أولا وآية دابزي يا ابتداء آيتي لسورة نحلة ودابزي تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا يوي إشارة كردوك السكر رزق حسنية لسورة بقرة دا إشارة كابويك زرر كيف لترتع نفعكي ليراج مرحلة كي ترشي تبرو وفرمي لكاتي نوجا بمستينين برو لاي نوج يعني نزيكي نوجا شراو نخل لسورة ما يدتش يقد حفتها تحرين كريا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا بحالة جنوبك نزيكي نوج نكونه يعني بجنوبي نزيكي يعني تحريمة لحالة نوجي قرين نوج لحالة جنوبي قرين نوج نكون حرامة إلا عابري سبيل حتى تغتسل تا زمان غسل كان إذا لفظي عابري سبيل يعني إلا كسانك عابري سبيل بن لحالتك عابري سبيل عابري سبيل يعني شي دو معنى يعني قرتوتو إمام أبو حنيفة رحمة إخوائي لبي أم معنى يلي قرتوتو فرمي عابري سبيل يعني مسافر يعني لحالتي مسافرتا أقر آوي شوقير نكوتو جنوبوي قيناك غسلنكي تيممك إلا عابري سبيل أو أفرمي. أما إمام الشافعي رحمة إخوائي لبي وإمام أحمد بن حنبل والله أعلم لسر أمر أيان كعابري سبيل لرا معناي أمدا صلاة يان لبانا بمعناي مزقوتيج معناه كروتو لا تقرب الصلاة يعني نزيكي مزقوت نكونو إلا بسورة أويك نويك أقل حالتي جنوب أبون نزيكي مسجد هيج نزيكي نويجا كناكويتو نزيكي مسجد هيج نكويتو أقل جنوب بوي مقر ره قزر بي يعني مگر بویر بگذاری لناو مزگوتا مسیرکت آوا بکر مسیرکت لسر رگای مزگوت بیو مجبور بی لمزگوتا کاته پر بیتا رد بی آوا قیناکا لمزگوتا رد بیت ولی نویسی لناو مزگوتا استنادیان بم آیتا کردو و حدیثیک که ویسیان لناو مزگوتی چابو فردی جنوب حرامه مگر رد بی لناویا بم عابری سبیل استنادیان کردو. فالمراد بالصلاة هنا مواضعها منظور للنويج لرا مواضعها باستناد بآياتي كترك لسوري مباركة حجي شهاتوا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات بيع وصلوات وصلوات اللي بمعنى مساجد بس لرا مواضع نويج منظورا لأن العبور لا يكون في الصلاة چونك عبور لنا نويج نمانة وهو نهي للجنب من الصلاة عن الصلاة من باب أولى جاكاتي كأنه هي للجنوب كي بيسيت لنا ومزقوت وموازعي مزقوتا أو لا ترى موازعي صلاة أو لا ترى كأنه هي شلوك نوجيتك علي بوي فزمامة.
وروى مسلم وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير الطهور هيج نواجب به طهور قبول ناكريت وهو يشمل طهارة المحدث والجنبي أما الشامل هم طهارة محدث أبي كسك وحدثي أصغر بصلاة هم طهارة جنوب ويدل على حرمة الصلاة منهما دلالتك على سر حرام بوني نويج لم دوانا أما اتفاقي لسرى إجماع علماء لسرى نويج وكسك وجنوب حرامة أما إجماع علماء لسرى هيت شكي كتيانا ولموضوع بعدي كيسا شارجي بيكا محل خلافة الثاني المكث في المسجد والجلوس فيه مكس يعني ويسيانو توقف كردن لنا ومزغوتا ياد ودانيشتن لنا ومزغوتا بوكسيك جنوبه أما قولي جمهور علماس للاي جمهور علماء دا حرام جنوب لنا ومزغوتا دانيشي دي عبيسيت إمام ابن حزم زاهري وداود زاهري وچن كسيكي تر لسر أو رأيان كي بو جنوب أتواني بيسيتي شو مشكلة كيني لما سبي إمام أحمد بن حنبلة لسر أو رئيس إمام أحمد بن حنبل أجر جنوب دزنيج يجرتو دانيج لنا مزقوتا قيناكا استناد بحديث أكا كي لصحابة فرمي إما جنوب بوين دزنيج ما نجرتو لنا مزقوتا دا أنيشتي أو أفرمي ولي ما سبي إمام الشافعي رحمة إخوالي بو جمهوري زنان لسر وسكسي جنوب بو جائزني لنا مزقوتا دانيشت مجر عابري سبيل باستناد بآيتك إلا عابري سبيل ما قرأ ورح قزر بيت لما زقوتها رد بيت قيناك ديتر أو روايتها سبحان حال استناد بأو روايتك رياقة أو كردويتي أما المرور فقط من غير مكث ولا تردد فلا يحرم أما فقد مرور هاتو شو كردن ببي مكس ببي ويسيان وببي تردد يعني تردد تو أنا بي بشيتو بيتو تردد نكي يكرت كابرا رد بي مسيرك أواسة أما حرام نية قال تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل مقر كسيقبن أي لا تقربوا الصلاة ولا موضع الصلاة وهو المسجد إذا كنتم جنبا إلا قرب مرور وعبور سبيل يعني نزيكي نويج ونزيكي جيقاي نويج كهمان مسجدا نكونو أجر جنوبون مجر نزديكي مرورك يعني لحالك كرد أبن يا عبوري سبيلك رجايا كولوي عبوركن أو كاتشي يعني لو حالته دا مشكلة كنية إلا عبري سبيل وتم بهرحال مفهوم كي للا إذا أنا دون برداشت كرياجة كشاهد أو برداشتي كفهمي إمام الشافعي شاء أو لا تربي شونك أجر لرا منزوري ل إلا عابري سبيلين لرا منزوري مسافر بيت دوباره لآيتك بحسي سفر تكرار كراوته لآيتك لإدامة أفرمي وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا بس شان أو أولاترك أو فهمك كرياغ لرا منزوري أو حالة سعين بجنوبونو لمزقو تامويس منزوري مسافرني والله أعلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب من مزقوت حلال ناكم إجازة نادم مزقوت بو حائز بو جنوب يعني جنوب وحائز داخلي مزقوت نبن أم حديثة إمام أبو داود نقلي كردوا وساكت بو لسري إمام أبو داود يعني للا حديثك الصالحة والله ألباني برحمة به وإمام أبو داود جميعا برحمة بن ألباني زعيفي زانيوة وأرناؤت بحصني أزاني في غنبري خواه فرميتي عليه الصلاة والسلام من مزقوت حرال ناكم بوكا جنيك لحالي حيزايا يا بياويك يا إنسانك لحالي جنابتايا وهو محمول على المكسي كما علمت في الأمن الآياتي أم حديث حملة كري لسر مكس هرواك لآياتك فهم كريا يا فهمت كري ولما سيأتي في الحيض بسبب أوشتانيش كلي حيزاتت حديثك لأبو داود رقم 262 وارد بوه والحديث استدل به على حرمة دخول المسجد للجنب والحائض لكنه مؤول على المكث طويلا كان أو قصيرا تأويل لسلوك لا تحزكاك ونزور يسيانا نك عبور
وأما عبورهما ومرورهما من غير مكسن فليس بمحرم إلا إذا خافت التلويسة. أما الرد هاتوشو يعني كرد أبن لوي حرامي مجر جنيك حائز بيتو بترسي مزغوتك بيز بي سخويني اللي بتكي لنا مزغوتك دليل كيتي أو آية سكي إلا عابري سبيلين أو آية كراوة دليل. روى الحافظ ابن كثير في تفسيره عن ابن أبي حاتم بسنده إلى ابن عباس في قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل قال لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل حتى قال تمر به مرا ولا تجلسوا. ابن عباس أو تفسيره كروتو نتي لحالتك كجنوب داخل مسجد نبن مقره قزر بن. ثم قال وابن كثير فرمتي وروي عن عبد الله بن مسعود وأنس أنس وأبي عبيدة والسعيد بن المسيب والضحاك وعطاء ومجاهد ومسروق وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وأبي مالك وعمر بن دينار والحكم بن عتبة وعكرمة والحسن البصري ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن شهاب وقتادة نحو ذلك. لما نجهمي أو تفسير نقل كرياجة قلت والعبور إنما يكون في محل الصلاة وهو المسجد لا في الصلاة. آيتك بحث عبورك عبوري لنا نجاني لمحل نجاني وأواني شك أميان مقيد كردو بسفر لا دليل عليه بل الظاهر أن المراد مطلق المار لأن المسافر ذكر بعد ذلك فيكون تكرارا يصان القرآن عن مثله. أمك بيجي منزول عابري سبيل المسافرة دوات المسافر ذكر كرياغة فازأما منزوري أوانية منزوري مسافر نياه. قال ابن كثير ومن الآية المذكورة احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد ويجوز له المرور وكذا الحائض والنفساء في معناه إلا أن بعضهم قال يمنع مرورهما لاحتمال التلويث لاحتمال التلويث ومنهم من قال إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور جاز لهم المرور وإلا فلا. نهاية بأتيت وسري مرورك يجوز عند الشافعي ومالك العبور في المسجد من غير لبس سواء كان لحاجة أم لا. إمامي مالك وإمامي الشافعي فرمي يعني عبور لنا مزقو تابو جنوبو حائز مشكلة كينية بشرت نميسن. وحكاه ابن المنذر عن سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهوي لا يجوز العبور إلا أن لا يجد بدا. أما فرمي أنا أمقروها ما قد رقاينا بلوي الردبي أجينا جنوبا جائز لي بشيتنا مزقوت ما قد رقاينا بلوي الردبي وقيناكا أو كاتش فيتوضأ ثم يمر دزنوجة بقري جار ردبيت. وإن لم يجد الماء يتيمم. ومذهب أحمد يباح العبور في المسجد للحاجة فرميتي حاجتي بو مشكلة كنية توان الرد بيت. قولي صحيح قولك إمام الشافعية كجائز الرد بي بو مسيرك ردوي دليلي كي حديثك كحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد فقلت إني حائز فقال إن حيضتك ليست في يدك يديك. أخرجه الجماعة إلا البخاري. فيغمبر عليه الصلاة والسلام لنا مزقوتها بفرميتي دا أو زير اندازمه په با ویکوان ویجله سره کړی حضرت عائشه فرمیسی دمن حائزم تصویر مله نو مزګر مشکلې هست پر می خود دسیتو اینه پیزنی د سوبر یعنی بو حاجته قیناکه مرور مشکله کینه به حدیث استناد کړی هغه چون ماده بشه کی دروز و چته ناوی بو مرور او شتری شي درسته بو حاجت. اما دانشتن مکس و جلوس لمسجد بو جنوب اما جائز نه للای امام مالک او امام ابو حنیفه شهروا هم إمام مالك هم إمام أبو حنيفة هم إمام شافعي هم إمام أحمد دروزني للاعنا بجنابته بحيزه جنيدانيش لنا مزقوته. أما إمام أحمد وأسحاق من راوي وتيانا دزميج بقري أكره أما لم جهته. وابن حزم ديارة فرمي حر أكره وجايز يج مشكلة كينية تواني بروتنا مزقوته ظاهري مسبكا. خب الثالث الطواف حول الكعبة فرضا أو نفلا. طواف كردن لحول كعبة چه فرز بي چه نافلة بي أميشة چيه أميشة دروزنية حرامة بو كسك جنوب بيت لأن الطواف بمنزلة الصلاة چونك خويند من طواف بمنزلة چيه نوجة فيشترط له الطهارة كالصلاة بو أو طهارة شرط دان رياق وهروكو نوج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل لكم فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. طواف لنا طواف بيت الله الحرام نوجه إلا أو نبيك أخوي تعالى
قصي كردني تيا حلال كردو هركز قصي كرد بابا قصي باش قصبك. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد حديثك قبل النقل كرياو بحث ما كرد. قراءة القرآن يكت الله وشتانيك بو جنوب حرامة قراءتي قرآن خويندني قرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ يا لا تقرأ هرد وارد بوا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. حائض وجنب هردوان نابه هيتش لقرآن بخوانا إذا قال لا تقرأ به أما نفيا خبرك بمعنى شيء نهي لا تقرأ به نهي واضحة النهي غالبا بسورة لا تقرأ القرآن لا تقرأ الحائض وارد بوا لا تقرأ يجلس ولا تقرأ لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن نحائز نجنب هيتش لقرآن قراءتنا كان حديث كرواه الترمذي وغيره أم حديث لسر تصحيح وتضعيفي بعض قيلوا قال هس حديثك الشيخ الألباني يجي ضعيفة حافظ ابن حجر لشوين كافرمي ضعيف من جميع طرقه لجميع طريقة كانية طريقة كانية يكبيك ضعيفا أما لفتح الباري أفرمي الحق أن هذا الحديث من قبيل الحسن يصلح للحجة حق أما سام حديثا لزمري حديثي حسنة وبو حجة أشياء حجة بيت خذ إمامي ترمزيش فرميتي حسن صحيح حديثك حسن صحيح حاكم فصحيح زاني ووافقه الذهبي بلام صاحبي نسب الرأي زيلعي أفرمي هو حديث حسن وقد حسنه ابن القطان ابن حجر بازم لأت تلخيص الحبير أفرمي صححه ابن خزيمة وابن القطان قال عبد الرزاق المهدي عبد الرزاق مهدي جفرمي وقد ورد في الموقوف روايات كثيرة تؤيده رواياتك موقوف فروارد أم حديثة تأييدك للصحابة صاحبي تحفة الأحوزي أفرمي والحديث يدل على أنه لا يجوز للجنب ولا الحائز قراءة شيء من القرآن أم حديثة دلالتك على سرما بوجنك لحلوث عادتي ما يانس يا بياوك يا جنك لجنابتا جائزني هيك لقرآن بخوينا وقد وردت أحاديث في تحريم قراءة القرآن للجنب وفي كل مقال لكن تحصل القوة بانضمام بعضها إلى بعض ومجموعها يصلح لأن يتمسك بها أحاديث وارد بو لتحريم قراءة بو جنب هر كامي كي قسيلة سلولي ويكو يكتب تقفيتك أتواني حجة ببيان إمام بخاري لبر أوي للا يهيش حديثك صحيح سابد نبو تحريم قراءة قرآن بو جنب لصححك خويا فرمي لصححك خويا لسر بابتي بابك لسر أوسك قراءة قرآن بو جنب مشكلة كيني إمام بخاري رحمتي خويا ليبي ذهب إلى جواز قراءة الجنب والحائز أيضا يوتي قراءة قرآن بو جنب وحائز جائزة أما علماء شيء أفرمون لباري الموضوع لباري قراءة القرآن بو جنوب بو حائص ابن تيمية رحمة خويلي من كتبكان خويا أفرمي أجمع الأئمة على تحريم قراءة القرآن للجنوب أئمة إجمع نظريا كردول لسرأويك قراءة القرآن بو جنوب حرامة أئمة نيفرموا أمة حر قراءة شو قرآن لدسابي النبي لدستا بقصدي قراءة بيخويني تو حرامة بلان بخاري وقولك لابن عباس ولكن فريت الله تابعين نقلك وتيانا مشكلة كينية حلالة اللي قولي صحيح قولي جمهوري زانا يعني شا لسر أوسك حرامة بوجنوب بوجنوب قرآن خندن حرامة أولا توضيح الأحكام جلدي يقلع فرنشة سدو هشتونو لابن تيمية نقل كردو أما النكتة والراء خوش الإدامة كتبك تانا وتيتي جاء توزيح أدم بوتان ملاحظة يجوز للجنوبي إمرار القرآن على قلبه من غير تلفظ به جائز بو جنوب قرآن لدل يا دور كاتو ببي تلفظ بو مثلا لدل لدل خويا شيء أو قرآنك وحفظ يا قرآن قرأكي لدل بيخويني بخوي بذهني تلفظ بينا كام جائزة كما يجوز له النظر في المصحف جائزة بوشي تماشي مصحف كاولي بلي وبدم تكاني ندا بيخونت مثلا تصويرك صفحيكي تلفزيون قرآن داتو انت ماشي قال لا صفحي تشتيكا تماشي كاولي جائزني لمسي بكا لمسي قرآنك بإجماع اتفاقي زانان تقريبا اتفاقي لسر ابو جنوب تقريبا
همچنین جائز ایش نیه بیخوینید ولی اتوانی تماشای کن وکو الکتبی الفقه الاسلامی و ادلته الکتبی عون المعبود شرح سنن ابو داود صفحه رقمی 821 حدیث رقمی 821 لامام نووی نقطه کدوه که فرمویتی اتفقوا على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قارئا مرتكبا لقراءة الجنب المحرمة علماء اتفاق نزل يعني زقت جنوبك تدبرك لقرآن ببيئة وزواني تكان بحلبق أقل مغزي أما أو قارئا يك مرتكبي حرامي قوبت أما إمام نووي فرميتي همچنين علماء اتفاق يعني نزل سري اتفق الفقهاء على أنه لا يحرم النظر في القرآن لجنب وحائز ونفساء لأن الجنابة لا تحل العين الناظرة اتفاق علماء لسر حرام نية بو جنوب بو حائز بو جنك لحال نفاسة تماشي قرآن كردن تماشي نلمسي سيبتشاو سيري صفحي قرآن كا بشرت اللمسي نكا بو چي چونك جنابتنا كويتناو چاو يا اوانيني بحسي چاو نية وهمچنين أمالك إيش كتبه كهاتو أم إن نقل الفقه الإسلامي وأدلته جلديك صفحة 475 همچنين لكتبي بعضم الفقه الإسلامي وأدلته واردة واتفقوا على جواز قراءة الحائض بقلبها من دون تلفظ ولا تحريك باللسان بعضم جني حائض يجتواني ببي وزوان تكانبان لقلبي خويا بيخويني القرآن واتفق الأئمة الأربعة على منعها من مس المصحف أئمة أربعة وتي أنا حرام حائز وجنوب دزبدا لمصحف واختلفوا في قراءة الحائز للقرآن من دون لمس مباشر له والله اختلاف نزلي أنا زايا حائزة واني قرآن بخويني كي سبح سيكي خب أما حديثك يسخ من لا تقرأ الحائز والجنوب شيئا من القرآن ابن قيم أفرمي حديثك لم يصح حديثك صحيح نية فإنه حديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث حديثك علة دارة مشكل دارة باتفاق أهل العلم بحديث وقال ابن حجر ضعيف من جميع الطرق وقال ابن تيمية حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث وتمان بلي ضعيفة يا أخوي ولمجموع الطرق تيه مجموع الطرق تقوية بيته قابل احتجاجه وكو ابن حجر لشويني كترا فرمي الحق وسك أم حديثة قابل احتجاجه وإمام الشوكاني لكتيب نيل الأوتار ريك صفحي سيزاد ويقى فرمي وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمس المصحف وخالف في ذلك داود إجماع ولما دام زرياغ لسر أويك كسي حدثي أكبر هس جائزني دزبال المصحف فلا إمام داود زاهري مخالفة ما يكردو الرأيك الشاذي فرموه بس ما بزانن كي بو جنوب يا حائز باتفاق دروزني لمسي قرآنك ملاحظة يجوز للجنوب إمرار القلب على القرآن على قلبه من غير تلفظ به كما يجوز له النظر في المصحف جائز تلفظك جائز قرآن لا دليا مرور كاتو ببيت تلفظ همجين جائزة تماشي مصحفك ويجوز له قراءة أذكار القرآن بقصد الذكر لا بقصد القراءة جائز قراءة أذكار القرآن بقصد ذكر لا بقصد قراءة مثلا فرزا ربنا آتنا دعائك يا مثلا أواني وأذكار صباح ومساء بقصد ذكر بخوينت مثلا بقصد الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كأن يقول إذا ركبت دابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أما الذكرى قراءتني حالبي بقصد الذكر لا بقصد القراءة أما بقصد قراءة خويني حرامة مس المصحف وحمله أو مس ورقه أو جلده أو حمله في كيس أو صندوق قال تعالى لا يمسه إلا المطهرون لمسي مصحف يا حملي مصحف يا لمسي ورقك يا لمسي جلدك يا حملي لكيسيك لصندوقك حمو يبو جنوب شي حرامة بس باستدلال بو آيته اتفاقي شي لسد مزيا وكله إمامي شوكاني نقلم كرت وقال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر كز لمسي قرآنك إلا طاهر لدرسكاني قبلية توزيح مداقامة ملاحظة
يجوز للجنب حمل المصحف إذا كان في أمتعة أو ثوب. جائز بو جنب حمل مصحف أقل ناو كالاهايك يا لناو لباسايك، يعني مثلا شمدانك ها بي مسافرك قرآنك جوا لناو أو لباسك إكلو بليها أو مشكلكيني هالي بوي. ولم يقصد حمله بالذات، حملي أو بذات مقصود نبو، يعني وانا بو بيجي قصدا فقد يرك أما حملك أنا حملي أو شمدانك قرآن شهاتي، بل كان حمله تبعا لحمل الأمتعة والثوب، بل كو حملكي تابعي حملي كالاو لباس كان يسي. وكذلك يجوز حمل كتب تفسير القرآن إذا كان التفسير أكثر من القرآن. جائز بوي حمل كتب تفسير القرآن كاتو أقل تفسير كفرة ولا القرآن كاتو انتو بينا وتري المصحف وتفسير بيجن، لأن فاعل ذلك لا يسمى عرفا حاملا للقرآن، فاعل يمكاره لحازي عرفي بينا وتري حاملي القرآن. با این مطالبه که تر داخل به مبحثی تحریمی قرآن خوندن برجنی حائز اوی چه بحث کم بوتانیش الله تعالی للحازی اقوالی زانایان بو اوی که آیا جایز لنام مزگو تابیسی بو جنوبیانه امام بغوی لکتیبی شرح السنکه فرمی جوز احمد والمزنی المکث فی المسجدی امام احمد و امام مزنی که شاگرد امام شافعی تیانه جائز جنوب لنا و مزگو تا دانی شید لیان اوتیه دا حدیثکه ضعیفه راویه که واتیه بناوی افلت مجهوله و آیت کهیج عابری سبیل یعن با مسافر معنا کروتو تو اما او ناگرین اما لسر مصابی امام شافعین ولی ام قولانه تان با نقلکم اما لما ابن المنذر فرمی یجوز للجنوب المکث في المسجد مطلقا اتوانی جنوب لمزگو تا دانی شید مطلقا. الحيز معناه الحيز في اللغة السيلان، حيز اللغة يعني سيلان يعني جاربون، يقال حاض الوادي إذا سال أو تري أو وادي حاض يعني شيء سال سيلتك أو دي أو اللي جاربو. وفي الشرع دم جبلة أي خلقة وطبيعة، خوينك جبلة، جبلة يعني سرشت طبيعتي جن، يعني خلقتي جن طبيعتي جن أواسك أخوي تعالى خلقي كردوا جايه السني بلوغ أك السلامت بي أشياء أخويني ليبت تقتضيه الطباع السليمة طبعي طبع سليم كان يجن كان اقتزاي أماك أم خويني أنس. يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة في أوقات معلومة. أقصى لدورترين شويني رحم جنا أو شوينيك و نطفات اللوي معلق أبيتو بندي ناف لباني جن ولا أوينا متصلة بنافي أو من الله من الله يتغذية بلو خوينه وهو كاتي لكاتي حامل جي معمولا جن أتو خوينين يجون أو خوينه لبي صرف تغذية أو من الله به حالبوي أفن لا أقصى رحم المرأة اللي دور ترين شويني رحمي جنا دواي بلوغي لحسر سبيل الصحة يعني نخوشين يا أما نشاني سلامتي في أوقات معلومة أوقات معلومة يزواني هرشي الرجا بيد يا برحل لخويو بيت. دليله دليل كه چيه كه حيز شتكوا غسل فرزك على سر انسان. ودليل ان الحيز يوجب الغسل القران والسنه، دليل اويك حيز غسل فرزك هم قران هم سنته. اما القران فقوله تعالى ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. ليت أبرسن لباري محيض، محيض لحازي صرفيوة كلميك هم تواني اسم مكان بيت هم اسم زمان بيت هم مصدري ميمي بيت، هم تواني اسم مكان بيت هم اسم زمان بيت هم مصدري ميمي بيت. إذا اللي يسألونك عن المحيض مصدري ميمي بو يعني معناه حيز، أبرسن لباري حيز، حيز شيء قل هو أذن بجا أزيتك أما أزيتك رب العالمين جل جلاله لبر حكمته دعيني أجا ما يفعل الله بعذابكم. فيقول أزيتي بشريتي قرقني ولي شون إمو هين الدنيا مادة دا هين الدنيا مادة لم دنيا مادة ناقي بخوشي كان ناقي بنعمة كان ناقي بسلامتي وخوشي مقر محنتي جيتك أبي مصحرتو لذتي تشيرت خواردن یک تیک زیاتر خو سکو گرجه اشکا ما دنیای ماده
ولی تو بهشت امانیت یعنی ویل بهشت نه حیز هست نه چلم و مخ هست نه نازانم ادرار هست نه مدفوع هست هر چی گرکت بیخو هر چی گرکت نازانم نوشیدنی صرف که الاخ ولی دنیا دنیای ماده است لبروی هر چی که تو منال چون انسان پی خوش منال اشین جای اوج نه یعنی گورترین زحمت بچیشی نو من حملی که وهنن علا وهن من انجا وضع حملی که انجا گوری که تا او منال خیریت بگی تا او که انسان خوشی بی بکا تو بحر حال بیتا پشتو عصای دسی بس دنیا دنیای ماده است هو اذن یعنی او یعنی ازیت اولی لبر چی دانه دیگه حکمتی که عظیم اشی او خوینه بی تا امی منال امی انسان لو مصرف مصرفي إن ما في جيبي تجارة ببين وآبد نياتي. قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض. دوري بقرن لجنة كان لمحيضة في المحيض. جاي اسم محيض أتواني شيء به اسم زمان به أتواني اسم مكان به أتواني لا إنيش به. يعني لزمان حيض أدوري بقرن لا لمكان حيض يدوري بقرن. هو إعجاز القرآن. كليك آيتها لگای تا به یک کلمه چنین معانی گسترده گهند. یعنی پس شونه که حیزی لیتی لکاتی حیز احرام تو نزیکی بکوی تو. اما همه. و زمانی حیزی چه بازم حرام نزیکی بکوی تو. اما. حتی یطهرنه. ولا تقربون نزیکی نکونو حتی یطهرنه تا پاک منو. پاک لچی؟ پاک لنهاتنی او خوینه. فا اذا تطهرنه. اذا اگر غسلیان کرد. فأتوهن من حيث أمركم الله. أجا غسل ينكرت نزيك يعني جنك باكو بولا حيث عادتك أي قطع بوكنا في قطع بو حرام نزيك إيش شو كن نزيك هذا ما والله غسل كامجر حرام إنه يجرك كامجر أو غسل كا والله أتواني برل وغسلك بكار رجع كي بجري تواتر إن قالي بو نيجو بو نزديك وأنا شيء حتما والله غسل كا فأتوهن من حيث أمركم الله تکیان نزیکی بکن لوشونی که خواهی تعالی امریکای کردو نلشونی حرامه که عذرتن لرگای دبرا بید که حرامه به اجماع علماء و اما سنتو فقوله صلی الله علیه وسلم لفاطمة بنت ابی حبیش دلیل من لسنتا ام فرموده پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بحق فاطمة فرموی فاذا اقبلت الحیضتو فدعی الصلاة کاته که حیزو هات خوینی حیز هات دوری بگر لنویش ترکی نویش بکه و اذا ادبرت فغسلی عنکی الدم كاتك خوينك أدبرت شو توابو خوينك خوينك اللي خو تعب شو يعني غسل فرزة غسل كبكة وصلي إن جانو يشبك سن البلوغ سن بلوغ كي يقصد بالبلوغ السن التي إذا بلغها الإنسان ذكرا أو أنثى أصبح أهلا لتوجه الخطاب إليه بالتكاليف الشرعية منظور لبلوغ سن صالك أجر إنسان جيء أو سن صاله چه مذکر بیه چه مؤنث بیه اصبحه لی ربنه سارس اویت اهلی اوی که خطابی شارع متوجه او بید به تکالیفی شرعی و ایسا به منال ناو تری نویش بکن ناو تری نازان مروجو بگره لیتی کسی بالغ بو شارع خطابی لیه که اویت اهلیتی تکلیف بیه اکا اهلیتی تکلیف حالی بوی من صلاة و صوم و حج و غیرها نویش بی روجو بی حج بی غیر امانه دي سني تكليف يا سني بلوغ كي ويعرف البلوغ بأمور سني بلوغ بچند أمر أناسريت الأول الاحتلام بخروج المني بالنسبة للذكر والأنثى احتلام بخارج بني المني كم مذكر بكم مؤنث به كسي احتلامي بني أو مبالغ بو بعد سني شي كم تربي لفاضل صال يا كنيش كم تربي لنصال الثاني رؤية دم الحيض بالنسبة للأنثى رؤيتي خويني حيض بالنسبة مؤنث والوقت الذي يمكن أن يحصل فيه الاحتلام أو الحيض فيكون قد تحقق البلوغ أو وقتيك إمكاني أوي واتياك احتلام تيا حاصل ببيت يا حيزي تيا هات بيت أو أتر بلوغ محقق بو وإنسان بالغ بو يعني كنشك عادتي ما يعني هاتو خويني لهات أو أتر بالغة كوريا كنيش كيش كاحتلام بالغة هو استكمال 9 سنين قمرية من العمر عمري تكميل كردني نو صالي قمري لعمر بو كنيش أما سني بلغة
ثم التأخر عن هذا الوقت يعني كم وقت لشي وقتك احتمالي احتمالياتني خوين حيث لنو صالقي حد يقل حد يقل لنو صالقي إذا ممكن لنو صالقي كان ني ولي نو أول يسي حاليبوي ممكن لده صالقي أبالغ به حاليبوي. ثم التأخر عن هذا الوقت أو عدم التأخر إنما يتبع طبيعة البلاد وظروف الحياة إتر دعا كوتن لم وقت مثلا حيزك لنو صالقي أنا بيت الدية دوانزية هرچنك يا عدم التأخر هل لو صال دابيت أما يتبع بيروي طبيعة بلاد والظروف حياة مردمة مثلا لمن أعتقي قرم سيري دا كنش لنو صالقي أتر عادتي تبملا بالغة مثلا لمن أعتقي حجازة ك روايتها في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال حضرة عائشة أنه صالب وإزدواج تكاكر شون بالغ بوه لو كاته لأنه صالقية بالغ بوه بلا ممكن لما انتقيك كاتشي بوانا بي انتقيك كنشكك لشوارد صاليك أو حالتي بسنه. الثالث باستكمال الخامسة عشرة من العمري بانزة صالي تمام كرد أقايش كام لما أنه بانزة صالي تمام كرد أما بالغة بالسنين القمرية إذا لم يحصل الاحتلام أو الحيز اگر احتلام یا حیز حاصل نبود، 15 سال ها تبرو، اتفاق میشه، اما بالغه. امام ابن بطالی مالکی رحمتی خواهد بیا فرمی لشرح بخاری که خویا، امام ابن بطالی فرم اجماع علمای لسر احتلام لپیا و کانه و حیز لجن کانه، آو بلوغ سکیتر لازم بی بو بلوغ عبادات انجام بدري حدود لسر انسان اجرا کری، واجب اجازه بگری او انسان وقت روات مالی کسیکو و غیری امانه. بس أمانة البحثي بلوغ على إم بلوغ ما نهز مثلا درهاتيني موي جري بالو يا موي سورة بو بيوانة أمانة علامتي بلوغ ولي خب بلوغ لأصلا أمانة مدة الحيض للحيض مدة دنيا ومدة قصوى ومدة غالبة حيث مدتك أقلي هز دنياني كمي كم مدتك قصوى هز مدتي بيشترين مدة ومدتك غالبي تيس فالمدة الدنيا كمترين مدتي وهي أقل مدة الحيض يوم وليلة كمترين مدة حيز لمانجيكا لمانجا هاتشي مانجا تكراروه كمترين مدة حيز لمانجيكا شوروجيك أمامه والمدة القصوى فلترين مدتي شي لمانجيكا وهي أكثر مدة الحيض بيشترين اندازي حيزة 15 يوما بانزروجيك والمدة الغالبة ستة أيام أو سبعة سبعة شجروج يا حفروج ستة أيام أو سبعة شج يا حفروج غالبي شنان لان فرترين كي بانزس كم ترين كي شوروج بس كم ترين مدة باكي بانزروج إيش وأقل طهر بين الحيضتين 15 يوما كم ترين باكي لبين دودان حيزة بانزروج ولا حد لأكثر الطهر لا حد لأكثره بلي لا حد اللي أكثر الطهر يمكن يزجنك مثلا لما أنقى حيز بيت مليا صالك يتريجني تمليا أو هز فقد لا تحيز المرأة سنة أو سنتين أو سنين بس بيشترين مدتك أي حد دينية ممكن الجنية صالة يا دو صال ياس تندين صال أصح حس ما نحر حيزي نايب ملا بسورتي نادر جنية سالمة حر بحياتي حيزي نايب ملا ولي قوات نادرة وهذه التقادير مبناها الاستقراء أم أندازاني سمى مبناك استقراء يعني مثلا تر برسيك رياقة نبين راوجنيك شتيكي وابي مثلا أي تتبع الحوادث أي تتبع الحوادث والوجودي برسيك رذن لحوادث وجودي كموجودة لدنيا دا وقد وجدت وقائع أثبتتها وقائعك موجود بون رويا داقة كما ينسابت كذو كبالي ممكن الجنيك حر كم صار حيز نيتهم ليه؟ آه. فإذا رأت المرأة دما أقل من مدة الحيض أو أي أقل من يوم وليلة. أجزني خوينك يشاو بيكود. خوينك كم تربو كم ترين مدة الحيض يعني كم تلا شاوروجيك؟ أو رأت الدم بعد مدة أكثر الحيض أو أي أكثر من 15 يوما بلياليها اعتبر هذا الدم دم استحاضة لا دم حيض. بس اگر جنی خوینی چاو پیکود لمانگه که خوینه که ساعت ایک بو کمتر لشو روجه اما تخوینی حیز نیه یعنی نویجی پی حرام نوی هیچی پی حرام نوی و همچنین بیشتر لپانزه روش چاوی پیکود یعنی پانزه روش هر حیز دوی پانزه شر خوینی لیتی
او ادامكي تخويني حيزني اي شيء دمي استحازس يسلو لا يجد لا دم حيزن خويني حيزني وقد تميز دم الحيز عن دم الاستحازة بلونه وشدته جاري واز دم حيز لقل دم استحازة تميزي اكويت بين جاوازيان اكويت بين برنجيان وبشدتيان مثلا خويني حيز هم رنجي بورترة رشترة هم شدتي شي يعني نوع ايش وشتي شي هس حالي بوي والان دم استحازة وانية خويني عادية خويني عاديش معمولا كالا فر غليز نية ايشي والاستحازة دم علة ومرض يخرج من عرق من أدنى الرحم يقال له العازلة استحازة خويني علة ناخوشية ومريزية لرقك وعرق لرقك وتتدرك رقك ولا خوار ويرحمه في وتري عازل كما مولان قد كرياق برياق يارجو ريبو وخويني ليته وهذا الدم ينقض الوضوء أم خويني فقد دزنوج أشكينيت أقلها هذا درجون خارج من السبيلين دزنيج اشكينت ولا يجيب الغسل غسل فرزناكات ولا يجيب ترك الصلاة ولا الصوم ولا ترك الصلاة ولا الصوم نن يشترك موجبي ايجادي موجبي ترك يجب ان موجبي ترك رجو فالمستحاضه تغسل الدم وتربط على موضعه وتتوضا لكل فرض وتصلي مستحاضيك لوانيك وحدثي دائمي هذا دائم الحدث خوينك أشوري شوينك أوسيتو بشتيكو بلا تشبيبتون تو ماي بيبي أوسيبو منالك وتتوضأ لكل فرض بها شي فرزة دزنوجة أقريتو وتصلي بلام دزنوجك كي نزيكي نوجك دزنوجك أقريوكو سلس البول وسلس البول كسي سلس البول نزيكي نوجك دزنوجة أقريتو شوينك اجتداني لو شنو نوجك كاغلنا ونوجك اجتيكي لهاد يا خوين يا إدرار مشكلة كيني روى أبو داود وغيره عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض أم جنا رضي خواه لبي دوشاري استحاذبو فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف أجر خوينك خويني حيز بي خوينك رشا ناسريت فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة أجر أوبو دزقير دلنويج نويج كردن جائزني فإذا كان الآخر فتوضأي وصلي فإنما هو عرق أجر أو نوجة أو خوينا كي تربو دز نوج بقرو نوج بكاتشون أو خويني راقا خويني حيزنية يعرفو يعني يعرفه النساء عادة جنكان عادة أي ناس عرق أي ينزفو يعني راقك واخويني ليته والآخر أي الذي ليست صفته كذلك أو يكترك صفتك وكو صفتي حيزنية كذلك روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة يا رسول الله من تشاري استحاذبهم هاكو نابم نجكانم نكم نجكانم ترككم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بالحيزة أو رقك حيزنية حيزنية فإذا أقبلت الحيزة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي وقتك حيزكات نوش تركة كات مدتكي تشو خود بشورة غسلكو خوينكي جلابو نشك وممكن إذا كابرا حالتي بأوجنا تشخيص ندا يعني مثلا قبلا نيزاني و چا أيامك أيامي حيزيسي مثلا جن ما نزب تدا سالمة خوي أزاني مثلا روجي أولي مانك تاحفتي مانك مثلا أو بسرتي عادتي ما هياني يس إذا ما وای کی پیچ و دوای چندین مدت یک دفعه بین دوای هفتم می هشتم و نهم و ان شهر و خوینی لته لرات ام تشخیص ادا اگر به برنګ کیش تشخیص نه دا وبوشتانه بو عادتې خو تشخیص یشبه یعنی به یک تا هفت او حیزه کس اتلولا چی لولا اینکس اگر هر تشخیص نه دا حنه زان هل الروج اولا هر اوابو لرام عادتی عام غالب جنان ده ان یاجنی هم طبقه خوی کسوکاری خوی عادتی هم چنه که او دانی بانوانی حیز ما بقیه که چی؟ ما بقیه که استحاز است خب ما یحرمو بالحیزی چش دانه به حیز حرامه؟ الصلاة یک نویجه به اجماع علماء لأحادیث فاطمة بنت ابی حبیش رضی الله عنها السابقتی فی الاستحازتی و اجماعیشی لسره دو قراءة القرآن و مس المصحف و حمله لما مر ایزا فیما یحرمو بالجنابتی قراءة قرآن
لمسي مصحف وحملي مصحف بسابي أوشتاني كوا قزرا لبحثي جنابته. أما لباري قراءتي قرآن بو جني حائز مطالبه تيتبرو مثلا إذا كابرا يجب باشا جنوب شتيكي الطبيعي حرشان أمام أجين أما كارمانية حكمتي جد درب كين لشريعته يعني كين أما كارمان بموانية جنوب تو يجي اشتكى اقراري لسر ناكري جنوب واجب لسري قرجي خوي بشوري لبر اوه جائزني قراءتك جائزني لبز كتابي ولي حائز شبكا حائز از مثلا پانزر روش در روش حف روش ام جنا واسه دي مثلا جنك از قرآن نخويني قرآن كدور نكاتو يا استادي كاسم جنك استاد مخارجي بتدريسي قرآن بدستي معلمي كقرآن مثلا يا الان مثلا شعبهاي حفزي كنشكانه مثلا ما نتشبكا لبرم أقوال اللازانان لبارا نقل إمام النووي للمجموعة أفرمي لبارين مذاهب علماء لقراءة جنوب وحائز أما أواسه مذهبنا أنه يحرم على الجنوب والحائز قراءة القرآن قليلها وكثيرها حتى بعض الآية مذهب إمام لسر وسا حرام لسر جنوب وحائز يك آية شبقون نتوب عنواني قراءة القرآن البتب عنواني ذكر درسته حائز ذكر بكا وبهذا قال أكثر العلماء أكثر علماء ما ينفرموه كذا حكاه الخطابي وغيره عن الأكثرين وحكاه أصحابنا عن عمر بن الخطاب وعلي وجابر والحسن والزهري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق لما نهم نقل كرياج حرام وقال داود يجوز للجنب والحائز قراءة كل القرآن داود زاهري فرميته بو جنوب حائزة واني قشتي قرآن بخونته والروي هذا عن ابن عباس وابن المسيب لابن عباس وابن المسيب رواية كرياجة قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما واختاره ابن المنذر أما رأي ابن المنذر شفرميتي أما الحائز ومن سواها فلا يكره لها أن تقرأ القرآن لأن أمرها يطول فلا تدع القرآن والجنب ليس كحالها ابن المنذر فرمي حائز وكو جنوب نية تولك شي زمانك ناوي القرآن يلقى شي بيخويني أتواني بيخويني إمام مالك فرميتي يقرأ الجنب الآيات اليسيرة للتعوذ ابن مالك فرميتي وكو ذكره هو أعوذ بالله وتنشتكي أوات واني بيجيت وفي الحائز روايتان عنه لإمام مالك دو رواية واردة لباري قرآن خندن بوجني حائز إحداها تقرأ والثانية لا تقرأ يكي كان فرميتي مشكلة يقني بيخويني چون استنادي كرده بو موضوعة بتيتي جني حائز تولكي شي قرآنكي لبيرة شيتو وكو جنوب نية إمام أبو حنيفة فرميت يقرأ الجنب بعض آية ولا يقرأ آية إمام أبو حنيفة جوكو إمي فرمو مسبي إمام شافعي أما لقول قديم إمام شافعي دا إمام أبو ثور حكى أبو ثور عن الشافعي أنه يجوز للحائز أن تقرأ وهو قول مالك في إحدى الروايتين قولك قديم إمام شافعي أبو ثور نقل إليك الدواء فرميتي جائز حائز بخوينت قرآن شو فرميتي إما لحاجة التعليم وإما خيفة النسيان إمام غزالي جاء الوسيطة إشارة في كردوة فرميتي يا حاجتي استعليم دا معلمية كجنيك يا قرآني لبرو حفزي كردوة لبيري أشيتو أما لم جهته مذاهب علماء بازم لقراءة حائزة اتفاق علماء لسرية مسكة جائزة كسي كوا حدثي أصغري لسر قرآن بخويني توبة بيلمسي قرآن أما نقل كرت همچنين أسكار خويندن مشكلة كين يبو حائز وجنب همچنين اتفاقي أئمة أربعين لسر تقريبا إمام شوكاني اتفاقي شي نقل كرت بو حدثي أكبر جائزني الدس اللي بقى لقرآن ولوانه لقرآن المصحف أما الاختراء لقراءتي حائزة أم اختلافها قولي أول وتي أنا جائزني بوي بخوينه تو حتى غيبني لمسي قرآن كنكا أما قولي عمر علي جابر حسن بصري قتادة نخعي عطاء أبي العالية سعيد بن جبير زهري إسحاق أبي ثور أبو حنيفة الشافعي أحمد ولمشهوري رواية مشهوري إمام أحمد قولك إمام مالكي قولي ثاني فرمي أنا جائز أبو حائز قرآن بخوينه قولي سعيد بن مسيبة قولك إمام مالك مشهورة قولي مشهوري لمذهبي قولي قديم إمام الشافعية قولي زاهري كان روايتك لإمام أحمد اختياري ابن تيمية وابن القيمة وبعض العلماء محقق جم قسيانة وتوه وكو علماء معاصري سعودي بن باز وعسيمين وبن جبرين وأمانة يعني وتوه نهاية
امزانانا ايجن ايجن اگر امرو بيجن جن بهيج علمان حائز قرآن نخويني كما من مشكلة مثلا جاري واس چي جنه كوا استاديك مدرسة كشتي كوا بابزان انفتواني شهس بو او إنان الحمد لله أمانة اسك كابرا وقتي خويك حرج بي استفاده بكلم فتاوى بو مدارس دينيانة يا حالاتك يا اوا هرچن لمسي قرآن هر دروز نبكا اگر ايج حتى على سر او قولي شك جائز ببيجين بخوينيت لمس كرنكي هر دروز نيه برحال ام قولان تانا با زاني بي بيست بيتان بلي بدس كرة تواني لمسي بكا برحال اما قراءة قرآن كتوضيح مدال مسابه ايما مطلقا دروز نيه الثالث المكث في المسجد لا العبور فيه ويسيان لمزقوتا نعبور لنا لما مر معك فيما يحرم بالجنابة لويك وكزراء لباري مسائلك لجنابة حرم ومما يدل على أن مجرد العبور لا يحرم بالإضافة لما سبق إضافة لسرويك قبل مزريا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد هو كحديث كم نقل كربوتان فقلت إني حائز فقال إن حيزتك ليست في يدك وعند النسائي عن ميمونة رضي الله عنها قالت تقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائز فرمي في غنبر عليه الصلاة والسلام ما لكي درقاي لنا ومزقوتها بو فرمي عائشة أو برمالية أو زيرندازمة بيبده أبيش دسي أهاورد لنا ومزقوت يعني دسي أهاورد فاز مرور قيناك مكس مكس حرامه فرمي يا رسول الله من جنو حائزم ها يعني لله عائشة أم بوك حائز أما سابد وك حائز ناوي لنا مزقوت أداني شيء بس وتي قيناك أما حالتي مكسني حالتي مروريك حالي بي يا ميمونة فرمي تقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائزا يكيك من هلا ساعة شو ناوي مزقوت زيرن دازكي داخست ناويس يا والحالك يشا حائز بو يعني داخست بو پیغمبر عليه الصلاة والسلام وحائز بو الخمرة هي السجادة أو الحصير الذي يضعه المصلي ليصلي عليه أو يسجد خمرة سجادة كه يا حصير كه مصلي دا يخابه ونجي لسركا يا سجد لسربوا إن شاء الله بقى كافي بيتا درسك بعدي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.